وسنين ما جيت انا عند شو اسمه هذا المول؟ النخيل. النخيل مول. بس البخيت اللي ما يجي الدمام خميس الجمعة. بعدين في ناس يسوقون قليل دسم. استعملوا المهارات اللي عنده. فهم يقولون اذا سقت يعني هم مقولة مشهورة خليك انت السواق والناس الباقي كلها بغشمان. معناها انك اذا شفت زحمة ما تروح تطبب باطنها. لشت خطوة طول بالك تعسه. واذا شفت مكان انت بتزرق يعني المفروض انك تزرق حبك تناسب الدرب ازرق. ما هو عاد هذا معناها دع الناس غشمان وانت القائد حيث انك تكون انت المبادر. شفت زحمه وخرت ما اجي في نص الزحمه في عنق الزجاجه وهدي وطالع من يسار بالعلوم يدور العلم. ركبت واحده تشهوك يبي حلا ويبي ستاربكس يبي عشاء يبي غدا يبي فطور يبي بريكفاست يبي لانش يبي كنافه ويبي لا ويخلط الكنافه اللي مي موجوده بستاربكس يدوره بستاربكس والسبانش لاتيه اللي مو موجود عند الكنافه يدوره عند دنيا 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 حج حاج